كان السكان في الماضي يتزايدون ببطء شديد لعدة أسباب منها كثرة الأمراض وانتشار الأوبئة. وفي المئة سنة الأخيرة بعد التقدم الصحي والاقتصادي شهد العالم زيادة سكانية هائلة ومستمرة تختلف من مكان لآخر. ترجع هذه الزيادة وكذا الاختلاف في إعداد السكان لعاملين رئيسيين هما: أولاً الزياده الطبيعيه مواليد ووفيات الزياده الطبيعيه هي الفرق بين معدل المواليد والوفيات خلال سنه او مده زمنيه معينه ويقصد بالمواليد عدد المواليد الاحياء المسجلين وذلك في سنه محدده في منطقه معينه اما الوفيات فيقصد بها عدد الوفيات المسجل في سنة محددة في منطقة معينة. تحدث الزيادة الطبيعية لسكان العالم بزيادة عدد المواليد على عدد الوفيات، وعندما يحدث العكس، يتعرض العالم إلى نقص في عدد سكانه. يلاحظ أن هذه الزيادة لسكان العالم تسهم فيها الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة. نتيجة لكثرة المواليد وقلة الوفيات التي أصبحت قريبة من مستوى الوفيات في الدول المتقدمة، وخصوصا بعد تحسن المستوى الصحي لدى الدول النامية. وفي المقابل فإن استمرار زيادة المواليد بشكل كبير وسريع أدى إلى كثافة سكانية عالية في الدول النامية.